مباريات كثيرة ومثيرة صارت اليوم، خلينا نتكلم عنها، لكن نركز أكثر على الغضب اللي صاير على كواي لينارد. السلام عليكم جعفر، وحلقة جديدة من سوالف سميث. خلينا نتكلم عن مباريات اليوم، بعدين نروح إلى موضوعك كواي لينارد والغضب اللي صاير عليه. نبدأ مع مباراة دالاس مع أورلاندو ماجيك. دالاس تفوق بفارق نقطة واحدة 109-108، لوكا مسجل 27 نقطة، ما كان المهول زي ما شفنا في عدد كبير من المباريات، 7 ريباوند 7 اسيست، شيء جيد، لكن نسبة الثلاثيات 1 من 7، ما هي هناك. اللي بركز عليه بروزينجز يقدم مباريات جيدة ومباريات ما هي جيدة، تذبذب في المستوى. أنا أعرف راجع من إصابة، أول موسم رجع من إصابة، هذا ممكن يتأثر عليه، لكن بروزينجز يحتاج يعطي، بما ان النجم الثاني وراح يكون ممتاز جدا جدا مع لوكا، يحتاج انه يواصل فتره لمستويات مميزه عشان دالاس يقدر يثبت نفسه اكثر واكثر ويحقق انتصارات اكثر وينافس افضل على البلاي اوفز. المباراه الثانيه اللي بنتكلم عنها مباراه يوتا جاز مع فيلادلفيا 76ers. اول مباراه يرجع لها جويل امبيد بعد ما اوقف، تذكروا سالفه المضاربه اللي سواها مع كارل انتوني تاونز، اليوم رجع سجل 27 نقطه بس 5 من 16 تسديدات، الباقي كله رميات حره. جويل امبيد يعني حتى جت فتره من المباراه الشوط الثاني تقريبا ما سجل الا في نهايته، مر فترات متذبذبه في المباراه. جويل امبيد يعتمد بشكل كبير جدا حاليا اذا يقابل خصم ممتاز جدا تحت السله مثل جوبرت اللي رفع عليه، او فريق ممتاز جدا دفاعيا بشكل عام مع الرميات الحره. شوف انا دائما اقول لا تغلبه لعبه، يعني ما هو ضدك او ضد هارجن لما يسويها او اي لاعب، لا اذا الحكم يعطيك اياها استغلها. بس جويل امبيد اول مباراه راجع يعني اوكي. الشيء الثاني المهم اللي صار في المباراه اصابه بن سيمنز تعور في بدايه الشوط او بدايه الربع بداية المباراة في الكتف، وكمل شوي المباراة بعدين طلع ولا واصل في المباراة. شوف هذا الإصابة وش ممكن تسوي إلى فيلادلفيا 76ers. أول شيء قلناه عن فيلادلفيا 76ers إن هم أفضل فريق، بعدين قلنا إن عشان يكونوا الأفضل يبتعد عن الإصابات، كنا مركزين أكثر على جويل إمبيد إنه ما يصاب ويستمر دائما بلياقة جيدة ومستوى جيد، لأنه هو الأهم فريق. لكن بن سيمنز نفس الشيء، ترى بن سيمنز لما اختير في الدرافت سنة كاملة ما لعب بسبب إصابة، وجت فترات إنه يصاب يعني او انه يرتاح بسبب اصابات. فنفس الشيء ترى بن سيمنز معرض لاصابه، مش ما في حد زي جويل امبيد تعرض للاصابات، لكن حتى بن سيمنز واي شيء بيصير راح يخرب على هذا الفريق اذا اصابه كبيره، مع انه يقولوا ان الاصابه اللي في الكتف لسه يعني ما هي اصابه كبيره يعني اوكي حرمته من استكمال مباراه اليوم، لكن راح يقدر يرجع ويلعب. المباراه الثالثه هيوستن روكيتس مع ما تبقى من جولدن ستيت واريورز. المهم جيمس هاردن كيف فصل عليهم في الربع الثالث. جيمس هاردن يعني المباراه بشكل عام تشوف بس الاحصائيات، ما اشوف انه احصائياته ممتازه مع انه مسجل 36 نقطه، لكن عدد تضييعات وهذه الامور تعتبر مباراه جيده بالنسبه لاحصائياته هذا الموسم. لكن ليش الربع الثالث فصلت جيمس هاردن؟ هذا جيمس هاردن، هذه الفصلات حقت جيمس هاردن لما يشتغل ويكون اون فاير، يكون مولع وتسديداته وهذه الامور، هذا هو جيمس هاردن. فوز متوقع جدا لهيوستن روكيتس على الواريورز، خصوصا بعد الخساره المؤلمه جدا لهيوستن في المباراه الماضيه ضد ميامي، فمتوقع رده فعل وضد فريق ما تبقى منه يعني اللي هو الواريورز. مع ان الواريورز لعب بشكل جيد في كثير من فترات المباراه وكانت النتيجه متقاربه، لكن هيوستن اكيد كان مستحق الفوز. المباراه الرابعه والاخيره اللي متكلم عنها مباراه لوس انجلوس كليبرز اللي استضاف ملواكي باكس، وانتصر ملواكي. يانس ما قصر، الام في بي ما قصر، سجل 38 نقطه في 36 دقيقه، مسجل 16 ريباوند 9 اسيست 2 ستيل 2 بلوك وبس 3 ترن اوفر، 18 رمية حرة بعد. يانس ثلاثيات 4 من 7، يانس لو بس يكون متميز في الثلاثيات والرميات الحرة في هذا الموسم، لان هي نقطة ضعفة رميات الحرة، كل مباراة تقريبا اشوف له ايربول رمية حرة ايربول نسبتها نزلت فيها. ثلاثيات اوكي يسدد لكن نسبتها ما هي جيدة، اليوم كانت جيدة. لو هذه الحاجة تصير عند يانس خصوصا يعني واحدة منهم بس رميات الحرة يكون متميز بشكل جيد فيها، او ان الثلاثيات جيم اوفر. بس اليوم ابدع، والمباراه بشكل عام كانت متقاربه، وقدم تقريبا 17 نقطه ملواكي، رجع الكليبرز لويليامز هارل كل واحد مسجل فوق 30 نقطه، توقع 34 نقطه، وعادل النتيجه 77-77، ملواكي اخذ التقدم الكبير، عادل النتيجه، بعدين ملواكي رجع في المباراه. العناصر افضل من ملواكي في ظل غياب كواي لينارد، وهذا اللي يجيبنا للموضوع الاهم اللي نبغى نتكلم عنه اليوم. كواي لينارد من قبل موسمين لما اصيب بعدين انتقل الى تورنتو رابترز،
ارتاح 22 مباراه في موسم تورنتو رابترز بحكم انه راجع من اصابه في الركبه ويحتاج يرتاح لانه ما يقدر ركبته ما تتحمل. وفعلا ارتاح وبعدين في البلاي اوفز طلعت مفعوله وجدوى هذا الشيء انه وصلهم نهائي وجاب معاهم اللقب اللي ما عمرهم وصلوا حتى نهائي فيه. في هذا الموسم نفس الشيء الان شفنا في المباريات الباك تو باك. باك تو باك لما يقول لك باك تو باك يعني تعني ان مبارتين في يومين. اي نعم يصير في الان بي اي مبارتين في يومين. الان يقول لك مباراه باك تو باك عشان لا يصير عليه حمل زياده يرتاح فيرتاح واحده من المباريات الباك تو باك. فكواي اختار انه او الكليبرز نفسهم او كواي بغض النظر اختاروا انه يرتاح مباراه ملواكي في الاسبوع الماضي بعد ارتاح مباراة. فالآن قاعدين يريحوا كواي أكثر من في المباريات الباك تو باك. هذا الشيء كان متوقع لكن الغضب اللي صاير الآن بما في الإعلام الأمريكي وحتى عندنا إحنا كجمهور محب للعبة أن المباراة كانت بين الكليبرز ضد الملواكي باكس وإحنا ننتظر نشوف يانس أنتيتوكومبو ضد كواي لينارد لأنهم اثنين من أفضل لاعبين في الدوري. ناس تشوف هذا الأفضل في الدوري هذا الناس تشوف هذا الأفضل في الدوري. وبعد لأنها لما كان في تورنتو لما كان كواي في تورنتو والتقوا في نهائي المنطقة في نهائي القسم الشرقي قدر كواي يوقف يانس وراح هو للنهائي. يعني كان ماتش اب انه هو اللي قال يبغى يدافع عليه وصار ووقفه فعلا. فنبغى نشوف هذا الشيء احنا كجمهور ممكن كجمهور اناني ان نبغى نشوف اللاعب بغض النظر عن مصاب ما هو مصاب براحه ومراحه بس لان هو ما هو مصاب هو اللي راح او ان ركبته ما تتحمل. الغضب اللي صاير هذا النقاش بدا من السنه الماضيه انه في ما يسمى بالمباريات المنقوله التلفزيونيه على ناشونال تي في على التلفزيون الوطني الامريكي اللي تنقل مثلا مباريات على تي ان تي او تنقل على اي اس بي ان. مباريات كل مباريات في الان بي اي تنقل اما على الليج باس او قناه الان بي اي نفسها بعض المباريات والناشونال تي في المقصود باي اس بي ان وتي ان تي. المباريات اللي تنقل على هذه يكون تزخفها اكثر المباريات الاقوى التغطيه لها الاقوى فيقول لك ان هذه المباراه واحنا هم مختارينها بكذا لان الجدوله تدخل في هذا الأمر. فاحنا نبغى هذا اللاعب يلعب فهذا يسبب سخط من التلفزيون نفسه من الاعلاميين من حتى بعض من الجمهور بشكل عام. فكواي يرتاح لان يقول لك كواي لما تفاوض اساسا مع الكليبرز اعطاهم شروط انه مثلا انا اذا تجيبوني لازم تجيبوا معي نجم ابغى بول جورج انا اتفقت اياه انتوا روحوا كملوا معه او لو ويليامز لازم مثلا يضل في الفريق عشان يشيل الحمل في الاحتياط انا ما العب الا 60 65 مثلا مباراه ارتاح 20 22 مباراه تقريبا عشان يعني انا ابغى جسدي يكون كذا. هو نفسيا هو صحيح متعور هو هذا انا ما قاعد هذا انقل كلام لا. الان كواي هذا الموسم اساسا قاعد يلعب معدل بس 30 دقيقه في لاعبين يلعب معدل 40 دقيقه وبين 30 وال 40 يعني كواي تقريبا ما هو من ضمن ال 100 اللي يلعبوه اول في عدد الدقائق هو مرتاح هم قدموا انتصارات والان هو مرتاح مبارتين بعد بس اسبوعين من بدايه الدوري. هذا اللي يفتح تساؤلات انه تونا بادين وانت قبلها وانت ما كان عندك مباراه اللي قبل يومين فانت مرتاح يومين كاملين والان باك تو باك وليش اخترت مباراه الباك تو باك الاولى اللي ضد يانس اللي كنا ننتظرها واللي منقوله على التلفزيون الوطني ولا اخترت مباراه ثانيه ضد بورتلاند لا على الورق يعتبروا اضعف من فريقك والتركيز دائما على ان احنا في بدايه الدوري وانت ما انت مصاب لان الاصابه كانت قبل سنتين وانت في السنه الماضيه لعبت فخلاص يعني الان انت ما انت مصاب هذا في سخط عدد الدقائق اللي قاعد يلعبها وسالفه انه يغيب هذه الامور يجيب لك بعد مقارنات انه طلعت هذه المقارنات كثيره انه بين كواي لينارد ومايكل جوردن. طبعا اي شيء بقوله عن كواي بغض الكواي لاعب ممتاز جدا وخارق وتسديداته ممتازه ودفاعه خارق بس الان لما بيقارنوا بينه وبين مايكل جوردن يلعب شوف عدد الدقائق اللي يلعبها مايكل جوردن شوف المباريات اللي يلعبها في الموسم وقله الغيابات اللي يسويها مايكل جوردن الستايل اللي مايكل جوردن وحتى القديمين وحتى كثير من اللاعبين الحاليين لا انا اولا ما ابغى اغيب عن مباريات الموسم وثاني شيء لما اقابل فريق او خصم من الفريق اللاعب من الخصم يعني لاعب ممتاز ويقارنوه بي او يقولوا هو الافضل عليه لا 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 ما اغيب ولا ارتاح العب المباراه يعني العبها اثبت نفسي اكثر ابين لهم منه الافضل ابين انك واي افضل من يانس ولما فات عليه في السلسله ضد تورنتو هو يستاهل وانه هو افضل من يانس وهذا الامر مفروض يلعب. الان تجي بعد فيها المشاكل الماليه الان هو اللاعبين كيف يحصلوا على فلوسهم نسبه من المداخيل الدوري مداخيل الدوري اكثرها من النقل التلفزيوني ملياريه عقود النقل التلفزيوني وهي تكون نسبه الرواتب تكون تقريبا 51% من مداخيل الانديه الى اللاعبين والباقي يعني يكون الى رئيس النادي ويتوزع على المدربين على هذا وحصه مالك النادي نفسه. فأنت الآن بما أن العقد التلفزيوني ضخم جدا فاللاعبين حصلوا رواتب ضخمة جدا فإذا النقل التلفزيوني قال لك أوكي احنا بنقلل قيمة عقدنا الجاي لأن لاعبينكم ما يلعبون المباريات حقنا فبقل رواتب اللاعبين. إذا قللت عدد المباريات بما أن اللاعبين يقول لك المباريات كثيرة 82 إذا قللت عدد المباريات بتقل النقل التلفزيوني فبقل رواتب اللاعبين. فاللاعبين الآن يقول لك أن اللاعبين يبغوا فلوس 82 مباراة بس يبغوا يلعبوا بس 60 مباراة هذا يقول لك
كل الوظائف انت مو كذا، انت هذا تعتبرها وظيفك، ففي كل الوظائف مو كذا، اليوم لو داوم عليك تاخذ فلوس، اليوم لما داوم ما تاخذ فلوس. يقول لك كوايت تبغى فلوس 65 مباراه، المفروض تستلم فلوس 65 مباراه، بس هو قاعد يستلم فلوس 82 مباراه ويرتاح وهو مو مصاب. يقول لك لو هو مصاب لا شيء ثاني، بس هو يقول لك الان مو مصاب، مع ان التقرير الطبي الرسمي اللي طالع من لوس انجلوس كليبرز لا انه هو محتاج الى هذه الراحه لانه ركبته ما تتحمل ضغط لهذه المباريات اللي يصير. لما طلع هذا التقرير ارجع واعيد النقاش اللي يصير انه اوكي بس ليش يرتاح المباراه الاولى ما يرتاح المباراه الثانيه؟ هذا يقول لك اوه قرار فني، هو قرار فني في النهايه، بس ليش ما احنا نبغى نشوف هذا يانس؟ التلفزيون يبغى يشوف هذا يانس، وهذا بيتاثر الان بعد سنه او سنتين لما يخلص هذا العقد التلفزيوني الحالي ويجي ويتفاوضوا من جديد على المباريات ما راح يقل 82، تبغى يقل هذا فلوس اقل او 82 مباراه، احنا لازم نشوفوا حل الى لاعبين كم اللي يرتاحوا ما هم مصابين بس يبغوا يرتاحوا في المباريات اللي احنا نقلها تلفزيونيا. ياسمين بتقول احنا نعطيكم مليار وبعدين افضل لاعب في هذا الفريق واحنا نستنى هذه المباراه واحنا طالبين جدوله هذه المباراه انها تنقل عنه. بعدين يقول لي لا والله كواي يبغى يرتاح لان ركبته ما فيها شيء بس يبغى يرتاح، لا احنا ما بنعطيكم مبالغ فلكيه لهذا الشيء. هذا النقاش راح يستمر وراح يطول لان خلال الموسم بنشوف اكثر، وحتى اذا جاء وقت الليكرز الباك تو باك اللي بيلعبوا اكثر اكيد بنشوف انه في مباريات بيرتاح فيها ليبرون جيمس، في مباريات بيرتاح فيها انتوني ديفيس، وبتصير. بس هم يقول لك تو بادي الدوري، يقول لك ان المباراه منقوله على الناشونال تي في الامريكي وهذه الامور كلها، وفي بعض النقاشات انت تقارن بلاعبين اساطير ومو انه ما قدم مستويات مميزه او ما فاز، لكن لازم تحسب ضدك او تحسب الك هذه لما انت تشارك في عدد كبير مباريات او تشارك في كل المباريات او تشارك في دقائق كبيره من المباريات، او انك تفضل انك ترتاح او ما تبي تقابل خصم قوي او انه تبي دقائق قليله او انك تشرط انه ما تبي تلعب 82 مباراه. والدوري من الخمسينات هم يلعبوا 82 مباراه، وكثير من اللاعبين اللي لعبوا مواسم كامله 82 مباراه وافرج او معدل دقائقهم كبير جدا جدا جدا. فهذا اللي صار من الغضب على كواي لينارد. طبعا اضافه نهايه الموسم كواي جاب البطوله كل هذا الشيء ينسى، وهذا اللي صار مع تورنتو. بس الموسم الماضي كان السخط اقل لان تورنتو فاز كثير في المباريات اللي تقريبا 15 5 او حاجه زي كذا، بالمباراه الخمس او 15-7 المباريات اللي كواي ما لعبها، وفي نهايه الموسم جابوا اللقب فقل الكلام. اولا كان راجع من اصابه بعدين جاب اللقب فقل الكلام. هذا الموسم ان احنا تونا في البدايه وان انت مفروض منت مصاب، بس اذا جابوا اللقب في نهايه الموسم للكليبرز كل هذا الكلام راح ينسى. بس الان الكل بيتكلم فيه لان انت مش مصاب وتونا بدايه الموسم والكل يبغى يشوفك ضد افضل اللاعبين. وبس هذا اللي عندي اليوم، كلام سريع عن المباريات وتركيز اكثر على كواي لان موضوع كواي صاير ماخذ الجو على في الاخبار وفي النقاشات في كل مكان، وفعلا موضوع محير لانه في موضوع الفلوس وفي موضوع افضل لاعب نقاشات افضل لاعبين وفي يختلط في مواضيع كثيره جدا. انتوا ايش رايكم في موضوع كواي الراحه؟ اوكي هو يستحق راحه في شيء ما في شيء، المفروض اختار مباراه ثانيه، كيف اللاعبين اللود مانجمنت، موضوع اللود مانجمنت واللاعبين اللي ما يبغى يلعب 82 مباراه كامله بس يبغى فلوس 82 مباراه، فكيف وايش رايكم في هذا الموضوع؟ اعطونا كومنت تحت في التعليقات. اذا وصلت هنا تفضل اشترك، اذا ما انت مشترك لايك ديسلايك، اذا ما عجبك الموضوع ديسلايك، عجبك لايك ممكن شير. عموما كالعادة دائما وابدا يعطيكم ألف عافية على المشاهدة. سلام. أوه.